الموقف اللي أعلنه سيادة الرئيس النهاردة كشف كمان إزاي إسرائيل عايزة تستخدم فكرة العملية العسكرية دي علشان تنهي على الوجود الفلسطيني في غزة، وإنهم لو نجحوا في إنهم يدفعوا الفلسطينيين من شمال غزة لجنوبها هتبدأ إسرائيل تقول إحنا لسه في العملية العسكرية، والعملية العسكرية دي تفضل بقى كلمة فضفاضة ومطاطة تستمر سنين وسنين وسنين عشان يمنعوا رجوعهم لغزة. طيب وخطورة ده بقى ايه؟ سيادة الرئيس قالها وقتها كده كلمة بتتقال السلام هيتلاشى، مش هيبقى فيه سلام، وده تحذير خطير جدا للي عايز يفهم. عايز اقول هنا نقطة مهمة، سيادة الرئيس السيسي لما قال للإسرائيليين خدوا الفلسطينيين عندكم في صحراء النقب، هقولها تاني وقلتها أولاني وعدها تاني عشان الناس تفهم، لما قال لهم خدوهم في صحراء النقب لحد ما تخلصوا عمليتكم في غزة وتبقوا ترجعوهم تاني، سيادة الرئيس كان بيقولها على سبيل التهكم والسخرية من الهبل اللي بيقولوه الإسرائيليين ده، هبل ده عتة. قال لهم ايه؟ خدوا الفلسطينيين في سيناء لحد ما انطهر غزة من بتوع حماس والمقاومة او الجماعات المسلحة زي ما بيقولوا، ونبني لهم بيوت والدنيا تبقى حلوة ونرجع الفلسطينيين تاني من سيناء. ده بقى الفيلم القديم. هو حد قال لكم يعني يا صهاينة اننا دقين العصافير كده على الباب؟ لا، دي مصر، مصر، مصر اللي يعني اللي مش ممكن تيجوا في ذكائها بمخابراتها واجهزتها وجيشها وشرطتها وزعيمها، ومصر كبيره قوي انكم تفكروا كده. ده اللي انتوا بتقولوه ده ما يدخلش دماغ طفل صغير. ايه الهيافه دي؟ احنا كنا محتاجين الحقيقه نصحى من زمان قبل الصهاينه ما يوصلوا لهذه المرحله، ان هم يفتكروا اننا بهذه السذاجة. هم ليه فاكرين كده؟ لا، النهاردة الشعوب العربية كلها صاحية على فكرة، الشعب المصري كله صاحي. ما ورونا يا جماعة، وروهم شوارع مصر النهاردة كانت عاملة ايه. الكل الصغير قبل الكبير بيهتفوا يقولوا بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى. على فكرة الإسرائيليين طلعوا أغبية وأغبية جدا، لأن اللي عملوه وحدنا كلنا وصحانا، وحد كل الشعوب العربية وخلاهم على قلب رجل واحد، وحدهم كلهم ورا هتاف واحد، لا تهجير ولا توطين، الأرض أرض فلسطين، لا تهجير ولا توطين، الأرض أرض فلسطين. يلا يا شهداء فلسطين، يا جهنم للعملاء.
الجنب.